دكتور برضو خلينا نرجع لبداياتك انت كعمرو محب. انت لما بدات مع اتحاد الكاراتيه. انا كنت مترجم اصلا بس النوت انا صحفي وانا باجي اصنف نفسي انا صحفي اصلا. أوكي. انا صحفي ومحاضر فيفا في الـ في الـ في الاعلام وفي الاداره الرياضيه. فانا الجزء بتاعي انا بحاضر انا يعني كنت في حاجه في الفيفا اسمه التيم بتاع اسمه بيرفورمانس فتره من الفترات كانوا مكونين فريق عمل من الخبراء بتطلع الاتحادات بتروح الاتحادات على حسب طلبهم يعني بتروح بتعيد هيكله الاتحاد وبتديهم محاضرات في كل في الماركتنج في كل حاجه. أوكي. تسويق. انا كان دوري بشتغل على الاعلام وعلى الاداره. كنا بنطلع واحنا دول كتير رحنا مدغشقر ورحنا اثيوبيا ورحنا لفينا كتير رحنا جنوب افريقيا فتره ورحنا رواندا لفينا كتير. بس النقطه ان شغلي انا مش بس كمحاضر انا شغل ديفلوبمنت بشتغل شغل تطوير انا بعمل بلان ازاي بقدر ازاي بنعمل ازاي خريطه طريق للاتحاد او للنادي ازاي يطلع من النقطه اللي هو فيها من نقطه A يوصل لنقطه B من خلال معطيات معينه ننفذها. فده بيعتبر يعني لجنه الخبراء بتوع وقت مكتب الفيفا. لما جه المكتب اتنقل من القاهره وانا كنت سبته قبلها انا مستمر كمحاضر في الاتحاد الدولي في الاعلام وفي الاداره الرياضيه بس مع كوني مسؤول عن دبلومه اداره رياضيه اللي مسؤول عنها من 2007 في مصر وتم اطلاقها في 2008 اتفاق عليها في 2007 واطلقوا النسخه الاولانيه 2008 النسخه 14 كانت يعني من كام يوم كان بيعمل الامتحانات بتاعتها وخرجنا كوادر تقريبا في كل الدول العربيه يعني ما فيش يعني قطر فيها ناس كتير من مصر السعوديه الاتحاد السعودي والانديه كلها تقريبا ما فيش حد ما عندوش على جامعه القاهره وخد الدبلومه دي. اوكي. وطبعا النادي الاهلي فيه ناس كتير جدا يعني بدءا من دكتور رانيا علواني الامير توفيق كابتن زكريا ناصف مش عايز حد ناس كتير جدا واخيرا في الدفعه الاخيره كابتن سعد سمير كابتن كمان. سعد سمير خد يعني وبيستعد بقى للكارير الاداري القادم لان هو بيعلمك هو دلوقتي حضرتك عارف دلوقتي التدريب ليه شهادات سي بي واي طبعا الاداره كانت لغايه فتره قريبه اي حد بيعرف يدير بيجيبه حتى ومش متعلم حتى وتعليمه على قده بس بيعرف يحجز اتوبيس لا الاداره غير كده خالص الاداره موضوع الاداره علم طبعا فاصبح مع استحداث برضو الرخص بتاع الاتحاد الافريقي الفيفا اولى الاهتمام كبير جدا للحته الاداريه من خلال الدورات وعمل الشهاده دي لان اللي بيجي بيدرس بياخد اخر ما توصل ليه العلم في 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 في, في ست المواد الرئيسيه في الاداره اللي هي الاعلام الرياضي والاداره الرياضيه واداره الاحداث الرياضيه والماليات وقانون الرياضه والتسويق الرياضي والرعايه فبتاخد اخر ما توصل ليه العلم في المجال ده وعلاوه على النتورك بقى العلاقات مع الخارجين ومع رابطه الخارجين البرنامج. اوكي. طيب استرجع برضو معاك بداياتك مع النادي الاهلي دخلت ازاي النادي الاهلي ايه اللي حصل؟ والله هي يعني كانت صدفه غريبه اول حاجه كنت في المنتخب زمان كنت مع جيرار جيلي كنت بترجم فرنساوي اعتقد ما فيش حد يترجم كنت اول واحد يترجم مع المنتخب الفرنسي ما كانش فيه مترجم فرنسي قبل كده وكانت يعني كانت مسافره كنت موجود وعملت والفتره ما كانتش طويله كان حوالي 4 شهور حاجه زي كده يعني هو راح ما وفقش كان ماتشين وديين كده وطلعنا بطوله افريقيا كان لسه كابتن جوهري واخد بطوله افريقيا قبلها وكنا خسرنا الماتش الشهير بتاع كاس القارات بتاع السعوديه ده فتم يعني اقاله الجهاز وجابوا جارجي ده مدرب فرنسي وده كان حارس مرمى بالمناسبه يعني واشتغلنا حوالي 3-4 شهور وكان الجهاز المعاون كان فيه كابتن انور سلامه وكابتن محمود الخواجه وكان كابتن انور سلامه يعني اعتذر كان فيه مشاكل كتير في الجهاز وكان فتره صعبه جدا هي ذكرى كانت كلها مشاكل كان اللواء دهشويه حرب كان هو رئيس الاتحاد اوكي سواء المترجم دايما بيبقى عنده كل حاجه لا كانت ذكرى وحشه انت داخل في مشاكل لا من اول يوم دخلت مشاكل انت بتاخد ما بتعملش حاجه انك بتترجم مشاكل الناس بتتخانق مع بعض ودورك انك تهدي وانت مش طرف الموضوع مش عارف تعمل ايه يعني فكره وبرده في نقطه عايزين نتكلم فيها ان مش كل حد بيتكلم لغه يقدر يجيد ترجمه برافو عليك انت حضرتك عارف دلوقتي مؤخرا دلوقتي بيعملوا حاجه زي دراسه معينه المترجم الرياضي مش اي حد يجي بيعرف مثلا فرنساوي يخش يترجم لان انت بتعرف تتكلم فرنساوي مش فاهم كوره ما اي واحد بيتكلم عربي ممكن ما يفهمش كوره يعني فدلوقتي بداوا يشتغلوا على الحته دي بره يعني بداوا يقولوا اهتمام ان الراجل يبقى فاهم وفاهم ازاي يتعامل مع الصحفيين وعارف ازاي يتعامل مع المدرب ومع اللاعبين بدا يبقى في ليها دراسه معينه فانا كانت الفتره دي كان خلصت وخلصنا الفتره دي كان فيها كابتن محمد يوسف في المنتخب وكابتن عبد الحفيظ كان لسه صغير انا حتى بفكر وقال كان لسه من الناشئين في الفريق جنرال جيلي كان اواخر 99 انا بقول لك اواخر التسعينات فكابتن سالي كان لسه جديد كان لسه منتخب جديد وكان لعيب هايل كان
انا فاكر حتى في ماتش قدام بوركينا فاسو كان لعيب جميل جدا، انت عايز تديها في داهيه. لا لا كان لعيب كويس جدا فعلا طبعا. وكابتن محمد يوسف وكابتن حازم امام وعبد الستار صبري. كابتن عبد الستار صبري، عبد الستار صبري بيعمل دبلومه الفيفا برضه، سيدي عملها كابتن عبد او سال عليها، سال عليها عايز يعملها حاجه كده. وعبد كابتن عبد الزهر سال عملها السنه دي. اوكي المهم فكابتن محمد يوسف عرفته وخلاص الموضوع انتهى، اتعرفنا على بعض والموضوع انتهى، وانا بقى استمتت في حياتي واشتغلت في الفيفا. فوجئت بيكلمني مره في 2018، لقيت تليفون كده رقم شيك كده بيطلب، برد ايوه يا عم انا محمد يوسف. كانوا جابوا كارتيرون واعتقد كان جابوا مترجم فرنساوي وما وافقش معاه، ما كانش عارف يترجم وطلب انه يمشي. فكلمني كان بعد ما خلص فتره الاعداد وكل حاجه، كانوا مسافرين، وكلمني كابتن محمد يوسف ايه عايزك تيجي تنضم وتيجي تترجم. طبعا انا ما كنتش متخيل خالص ارجع تاني يعني في الفيفا. فانا جيت قلت له حضرتك عارف انا بعمل ايه دلوقتي، يعني انا دي في حاجه ثانيه، بس تعالى نتكلم مع بعض. وقعدت معاه وقلت له كل شويه اقول له هجرب هشوف انا هشوف الدنيا ماشيه ازاي. خلاص اللي بيخش العيله ما بيعرفش يطلع. اول يوم والله اول يوم اول يوم قعدت بس وشفت الاجواء، بقيت مش عايز امشي. حبيت الموضوع يعني الاجواء والشغل. طبعا كان ازاي بقى ترجع تاني مترجم بعد ما كنت ازاي تنظم حياتك بره وتعتز عن شغل كنت بتعمله، وازاي ترتب حياتك وشغل الخاص، ازاي اجيب حد يتولى يعني عندي برضو مكتبي وشغلي خاص. وبدات معاه وكانت حياه عشق بقى يعني كده، يعني بقيت اعشق حاجه اسمها النادي الاهلي باللعيبه بالاجواء، بقيت احب حتى اخلص واقعد يعني خلاص. حضرتك عارف حضرتك كنت في الاهلي وعارف طبعا. بعد كده جه بعد ما خسرنا النهائي وخسرنا النهائي كان الوصل الاماراتي خسرنا في بطوله عربيه وتم اقاله الجهاز، قعدت معاهم شويه. انا كنت عشان انا برضو بحب حته الاداره، وانا متخصص في الاداره. كابتن محمد يوسف بقى يديني تاسكس اداريه بقى، يعني مهام اداريه مع شغلي. اوكي يعني انا بعمل التغيير، انا مع حاجات اداريه بعملها تعامل. انا برضو انا علاقاتي كويسه، انا جزء حكايه العلاقات الدوليه دي ان انا علاقاتي كويسه بالفيفا والكاف طبعا خلال شغلي. فكنت بشتغل في ده. وبعد كده بعد ما مشي كارتون كملت اسبوعين ثلاثه لغايه ما جه لاسارتي. بتعرف اسبانيا؟ ما اعرفش خالص. خلاص مشيت وخلاص الموضوع انتهى. وقلت خلاص يعني حاجه عملتها مش هتتكرر تاني، قلت مش هيجي بقى حد فرنساوي تاني خلاص. بعد الموضوع فتره الماتش وافريقيا والاخفاق اللي حصل والدوري وخلص ولاسارتي مشي، لقيت كابتن سابي كلمني. كابتن سابي كنت بقيت اتعرف عليه لانه كان جه في اخر فتره ليا مدير كوره. مدير كوره. اوكي. وانا طبعا اعرفه من زمان، هو شخص حبوب، الواحد بيحب يتكلم معاه وظريف سيد جميل في مناسبات يتكلم، وشخصيه جميله، شخص ودود يعني. فكلمني هيا يا عمرو جاهز؟ قلت له انا رجعت شغلي تاني وبتاع. فقال لي الاهلي، قلت له لا طبعا ما فيش جاي ما فيش كلام انا جاي على طول. بيتكلم ايه؟ قال تقريبا بيتكلم انجليزي. قلت له اوكي مشكله. جيت قعدت اتكلمت معاه لقيته بيتكلم انجليزي، وكان بيتكلم عايز زميله فرنساوي وتبتدي فرنساوي. قال لي انا عارف ما عندكوش حد بيتكلم فرنساوي. قلت له انا بتكلم فرنساوي. قال طب هاي نتكلم فرنساوي. وبدانا المؤتمر وبدانا ندخل. طبعا اجواء مختلفه وموضوع مختلف. وبعد ما كنت بترجم لواحد بقيت اترجم لثلاثه اللي جاي فريق اربعه. هو فايلر كمان دكتور عمرو، يعني انا كمان اتعاملت معاه في وجودك يعني لو تفتكر. احنا فايلر شخصيه اوروبيه واقفه، يعني مش عارف اشرحها ازاي، بس هو مش شخصيه واقفه، لا هو شخصيه هو ده اوروبي جد. يعني انا اشتغلت في زيورخ. زيورخ كده هم كده. هو شخصيه اللي هو يعني السويسي الالماني اللي هو يعني انا بقول كنت ساعتها يعني بطلب من الدكتور عمرو ان احنا نعمل معاه لقاء، وكان دكتور عمرو بيكلمه واحنا على التليفون يعني معايا لو فاكر. فطب يقول لي لا هم 10 دقائق ثلاث اسئله. اقول له طب ما فيش حاجه اسمها كده، ده جاي قناه الاهلي فما فيش حاجه اسمها كده. اقول له هم لا ثلاث دقائق لو فاكر. عشان كده انا بقول ان هو راجل يعني سويسري او هو بس هو في التعامل مع الاعلام هو كان بيريحني كتير قوي في موضوع التعامل مع الاعلام. هو كان بيخلص نفسه يعني، هو مش محتاج حد. لان طبعا انا برضو النقطه اللي يهمني اشرحها اتفضل حضرتك في مشاهده كبيره طبعا. في بعض الناس كان بتلوم تقول المترجم دوره يترجم بس، ليه كان مع عمرو بيطلع مع موسيماني؟ كان لا انا مش مترجم بترجم بس. اول حاجه غير ان انا مسؤول في النادي، انا بشتغل في النادي، انا عندي تعليمات من جهاز الكوره ومن مدير الكوره. انا موظف في النادي الاهلي، انا بترجم لموسيماني بس انا شغال في النادي الاهلي ويهمني مصلحه النادي الاهلي، وبيجي تعليمات من النادي الاهلي.
والفتره لما كنت لما تيجي اسئله كنت بعتذر عنها واقول لا ما تسالش السؤال ده، ده كان واخد الضوء الاخضر من كابتن عبد الحفيظ، هو اللي قايل لي ده يا عمرو مش عايزين، لانه ساعات هو ساعات كان بيستطرد في الاجابه فده يعني ده كان بكلام من الاداره. مع فايلر ما كنتش بعمل ده، والراجل كان يعني هو بصراحه منه من نفسه كان بيرد على الصحفيين، بس كان عنده حاجه، كان بيعرف ازاي يعني يقول الاجابه اللي هو عايز يقولها، يعني كان بيعرف يجاوب عليك الاجابه اللي هو عايز يقولها. انا اذكر مره حاجه بتتكلم عن البرنامج بتاعك، انا فاكر مره طلعت في برنامج يعني مش اول قناه من القنوات الكبيره ساعه ونص اعتقد ما طلعوش منه كلمه، يعني هو بيعرف ازاي يقول هو عايز يقوله، بس يعني هو بيعرف ازاي كان اون سبورت انا على ما اتذكر يعني مش عارف الحلقه لا الحلقه دي كانت كابتن شوبير وكابتن سيف ووجه ويقول لك لا مش عايز اجاوب، طالع لا مش عايز اجاوب على السؤال ده، لا وبعدين ايه، ما انا مش هجاوب على ده فما بيجاوبش، مش همه بقى هوا مش هوا لا لا لا